حليب حطيته هون على النار. اوكي سافا سافا. طيب عسيرة سافا. نجاح مصطفى بتحكي عم بحضركم من فرنسا. خلصنا بونجور نجاح كمان سافا. طيب ايش حبيبي؟ خلينا نطلع الويسك. ويسك راح احط في الحليب يا سيدي العزيز. الحليب مبخر. حليب مبخر؟ يس. اوه نو حليب مبخر نكه بالهيل موجود مش موجود ولا تهكلوا هم. حطوا حليب عادي وحليب مبخر بس حطوا معهم زيادة هيل. أنا هون هذا عشان معزز فيه نكهة الهيل حطيت 5 حبات هيل. ما عندكم هذا الحليب استعملوا حطوا هيل زيادة. أوكي وعندي وين علبة القشطة؟ هاي علبة القشطة تبعتي. حط لنا علبة قشطة لمشاهدينا. القشطة العسل كيف هاي الجملة؟ زادك؟ دقيقة مش ملابس جلوفز شايف شو قصة الجلوفز؟ 100% زيد انت صدام مدريدي ولا برشلوني؟ صدام ملوش على كرة القدم بس انا مدريدي. مدريدي ملكي. هاي قشطة حطيناها أيوة. فوق الحليب. يا سلام شام الدسامة؟ لا صراحة بس هلا بنشم. طيب يلا هلا شميتها. السماء لها ريحة ما صدقت. عود قبل عود القرفة بدنا نحرك عشان تدوب القشطة عندي. عودك رنان. نحركها لما نتأكد انها دابت منيح ونعلي النار على الحليب ونحطه بهذا الشكل هيك. نتأكد ان القشطة دابت عندي هون وخطبت مع الحليب. ما ححط السكر هون هلا راح يكون مفاجأة يا جماعة. وش هي المفاجأة؟ هسا اقول لك. هاي خليها هون. طلع شو حسوي هسا. عندي هون 3 حبات ما تحطوا كثير منه كبش القرنفل يعني نزلوا 4 خلص حرين. عندك هيل حطيت 5 حبات ما تكثروا كثير حطوا 70 حبة. ايوه بالضبط. وعندك هون عود قرفة محترم. ايوه وعندنا شقفة زنجبيل غسلته منيح راح انزله في الحليب. هذا كله راح نقيمه هلا ما تخاف. اوكي ما تتوتر راح نصفيه بس عشان النكهات والروائح والهذا عشان شاي الكرك. 100% وعندك هون يا سيدي العزيز مدريتين شاي زي ما همه. يا سلام راح نخليهم بس شاي الاصفر العادي مش انه شاي العادي. عندي بهاي الطنجره حطيت كوب السكر تبعي. وين الكاميرا؟ هاي الكاميرا. شوف كيف صار لونه بني. دوبنا كرملنا كرملت السكر حطيت عليه شويه مي وعصره ليمون لا يتكرمل عندي السكر. ميمي وهلا هون راح احط عشان اطبخ الرز بالسكر المكرمل بالميته عشان يتنكه عندي الرز. في ناس بيقول لك ما بيستوي عندك الرز. لا بيستوي. نهري بده يقعد له ساعه بالطنجره لما يتدبل على الاخر ويستوي على الاخر يصير عجين. بس مش عجين لا يعني كمان نبدا المبالغه والدعابه. يا هاي عندك هون رفعنا النار. ارفع راح احط دير بالك لما تحطوا مي سخنه بتضيفوا تدريجي شوي شوي لما يكون لسه القطر سخن. بس انا عشان برد عندي هون بدي ادوبه تدويب فحطينا كمية مي تقريبا اخذ معي 3 اكواب مش زي كانه نطبخ رز عادي. احنا هون فكره بصفي كانه بدنا نهري الرز هري فبياخذ له 3 اكواب لكوب الرز العادي. وعندي هون الرز تبعنا او قبل خليه بس شوي يغلي. عندي شقفه قصدير او ورق زبده اللي بدكم اياه. فستقاتي بدك تحمصهم حاسك. شقفه زبده. يا سلام يا سلام. راح احطها فوقيهم. وعندي سكر هيك. هلا الزبده راح تدوب على السكر على الفستق الحلبي راح يتكرمل عندي الفستق الحلبي بالفرن وينحرق الفرن لا احنا هون في عنا صينيه خضار خلينا نروح هناك. انا هذا امورها تمام صينيه الخضار ولا صدام؟ والله بلشت تحمر. بلشت امورها طيبه. استوى الرز. هاي الرز شوف كيف بصير لما يشرب المي عندي ويستوي. ما احلى منظره. بصير لونه بني عشان اللون الكراميل تبع السكر. بنمسكه عندي هون اللي عملناه خلطه الحليب والبهارات اللي تبعت شاي الكرك وبنديرها فوق الرز عشان نطبخ الرز فيها. شام ريحه الزنجبيل ما احلاها. شام والله شام اخوي. هات تفضل. شكرا. هيك وهلا راح نخلي الرز ينطبخ مع
الميات الحليب والقشطة والحليب المبخر والزنجبيل. يا بي الريحة. رح نخليه يغلي كم من غلوة. خلينا نحاول عشان الرز أنا طبخته من امبارح بالليل عشان ما ياخذ معي وقت على الهواء شوي. هلا ماسك بس لازم يكون هو هلا بتفرهد شوي مع لما يغلي له غلوتين كله بيفتح بعض. وفرط عندي كيس شاي فطلع اسكى هلا. طلع لكم قطع شاي وانت بتاكل فيه. زاكي زاكي. خليها تغلي شوي. بعد ما يستوي عندي راح نحطه بصحون تقديم بهذا الشكل. اورجيكم اياه. طبعا بنخليه لدرجه حراره الغرفه. بعدين بنحطه بالثلاجة. بنحطه بالثلاجة ليبرد اسكى وهو بارد. بالضبط اللي حاعمله. عندي هاي الفستق الحلبي. هلا بس يبرد راح يتكرمل راح يصير زي الكاندي. بنحطه على الوجه. بصحتين والف عافية.